نهاية نشرة التاسعة مشاهدينا، ولكن التاسعة لا تزال مستمرة. والزميل يوسف الحسيني، يا مساء الخيرات. يا مساء السكر، ازيك يا ربيع؟ ازيك يا ربيع؟ عاملين ايه؟ تمام، كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. في خبر اعتقد يعني هو يهم قطاع مهم وفاعل من المصريين ويهمني انا بشكل شخصي، يعني توجيه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشمول او تسجيل الفنانين بمختلف فئاتهم بالتنسيق والتعاون مع النقابات الفنيه المختلفه. ليه؟ علشان شمولهم ببرامج بتهدف الى الحمايه التامينيه، الرعايه الاجتماعيه ضد المخاطر المتنوعه. ازاي شايف انت الخبر ده؟ شايفه زي ما انت شايفه بصراحه رجاء. انا كنت لسه هقول لك، لو انت ما كنتش قلت الجمله كنت اقول لك انا عارف انك انت كمان مهتم بالحكايه دي جدا جدا. انا بشوف انه ده هنا هيبقى اولا هو تشجيع للصناعه من ناحيه، دعم للصناعه من ناحيه تانية. الناس اللي بتشتغل في المجالات الفنيه المختلفه تقدر تقول كده ايه بالتعبير المصري الدارج، الناس دي بتشتغل على باب الله. يعني يوم يشتغل 10، لا فلان الفلاني ممكن يكون بياخد اجر كبير ما شاء الله، بس القطاع والعدد الكبير جدا او الشريحه الضخمه جدا من الفنانين المصريين ما هماش نجوم الشباك اللي بيحصلوا على اجور ما شاء الله زي الفل. طبعا في ناس كتير، بل هم اكتر من 90% فعلا، والكلام ده يمكن قاله قبل كده دكتور اشرف زكي. النهارده الناس دي هتبقى باذن الله سبحانه وتعالى بتشتغل وهي مش قلقانه. مش هنقول ان هم ضامنين بكره، في النهايه خالص احنا عارفين اللي معانا ربنا، بس في شيء مضمون. لكن بالطريقه دي الناس هتشتغل وهي بالها مستريح، عارف انه لو حصل حاجه هيبقى فيه تعويض ومكافئات مناسبه لاسرته الى اخره. لو حصل له شيء ما يعني عماله موسميه بشكل او باخر الدنيا اليومين دول شغاله يبقى هو بيشتغل، الدنيا اليومين دول مش شغاله يبقى هو مش هيشتغل. يعني مثلا من 2011 ل 2013 حجم الانتاج في مصر تقلص جدا جدا جدا، ففي قطاع كبير ما اشتغلش. طيب وهل الناس دي بتشتغل على طول؟ هو حتى لما بتبقى الصناعه منتعشه ما بيشتغلوش على طول. لو فلان توفى، لو فلان حصل له مرض ما ورقد في البيت، هيعمل ايه؟ صحيح. احنا خدنا بالنا انه الشركة المتحدة كانت قدر الامكان لما بتلاقي فيه شيء ما بيجرب على طول بتروح قايمة بتقديم الدعم المناسب والمساندة المناسبة مشكورة جدا. آن الأوان ان ده يتنظم، وده اللي عمله الرئيس بتوجيهه للقائمين على منظومة التأمين الاجتماعي والنقابات الفنية المختلفة، انه ده يبقى منظم جدا فالناس تشتغل وهي مطمنة. صحيح، وده مفهوم او تصور او منهج ممكن يتم تطبيقه بالتأكيد في مجالات كثيرة غير المجالات الفنية بس، وبالتالي بتبقى في فئات كثيرة في المجتمع تعيش وهي في حالة اطمئنان ويعني مطمئنة إذا كان في مثلا أي ظروف صحية بتحصل لها أو غيره. صحيح. إنه هيكون في حد بيدعمها في النهاية. صحيح. شكرا جزيلا لك يوسف، وهنسيبك بقى تبتدي حلقتك النهاردة. ماشي الكلام. شكرا ليك يا أيمة، شكرا جدا ليك يا رجائي، شكرا جدا لكل صناع التاسعة، ونستأذنكم نبدأ فقراتنا.